عاطف؟ ايه يا بيك؟ بدي اسألك اللي ناصو الشبشي؟ لا يا بيك، انت لا تشغل بالك، كل يوم بمر عليه وبجيب له كل اغراض اللي بيكونوا ناقصينه. ايه تمام. يعني شو رح يكون ناقصه؟ وين ما كان ابن البيك بيعيش مثل البيك. بس بالاخير مثل ما قلت. ايه تماما. تسلم ايديك. ما شاء الله عروستنا حلوه كثير. تفضل. يسلموا بنتي. تفضلي. ما شاء الله. بتمنى هالمرة ما تكون مريضة كمان. إن شاء الله جيتنا لعندكم تكون خير. إن شاء الله. لميس، شو عم تعملي هون؟ بدي اسأل البيك عن الأخ عثمان. لك انتي مجنونة؟ أصلاً عثمان بالمدينة. إلي كان يعطيني عنوانه بالمدينة، بدي يبعث له رسالة مهمة، صار قصص لازم عثمان يعرف فيها. إذا بتخليني فوت هلأ رح أحكي مع أمه وأبوه. قليلي، شو بدك تقولي؟ صارح أختي رح تتجوز قريباً، وهي هلأ زعلانة وعم تبكي. هي هون؟ وهو هنيك. لميس وقفي، تعالي. لميس وقفي. لميس، بس أنا قلت لك من الأول يا حنيفة، قلت لك كان محرزة هيك يصير. بعد عني، تركني بعد، خليني روح أحكي معه. بالعكس، هاي الفترة كانت سخيفة، غلطت تركني مع حتى الولد على المدينة. ما بيصير. شفت بعيونك الخطة ما نجحت. ليش عم تحكي هالكلام؟ شوفي ملاك، لهلأ ما حدا خطبها. وين بيك المدينة؟ رح أنا بعرف، خلينا نروح يلا. وقف وقف شوي، ما ضل غير القليل. لا تقول غير سمعنا الخبر. فكرت إنه عثمان شب منتوف لهيك ما عادت لحقته. يعني كان من الأول مبين إنه هي راكضة ورا المصاري مو ورا عثمان، وشفته بعينك. لو بتعرفي حالك مثل ما بتعرفي كل الناس، لنفس السبب أنت تزوجتيني، لأنه أنا صاحب سلطة ومصاري، مو هيك؟ كل بنت بتحلم بحياة مريحة، شو يعني جريمة؟ يلي بيحب من قلبه ما بيفكر هيك، ما بهم المصاري، بهم يلي منحبه. كنت عم تكذبي علي انك تحسبيني. كنت بتمنى يكون بيتنا مليان حب واستقرار. مليان حب. على شو عم تدوروا؟ لك مين انتو؟ احكوا، احكي. عامل لك مين انتو؟ احكي. كنت عم دور عليك. وانا عم تدوروا علي؟ وليش عم تدوروا علي؟ لانه قولولي لانه نحن ما فينا نقول لك اي شيء. ليش ما فيكم تقولولي؟ كنا عم ندور على شغله. شو هي؟ ليش ما فيكم تقولوا لي؟ انت بتعرف اخي عثمان شي؟ مين عثمان؟ قولوا مين هاد. اترك لك، هاتع لك، فلت لك، اترك. اعطيني اياها. اترك، اعمل لك. هات هاتع، بعد عني. لك بعد عني، اعمل لك. لك بلا مشاكل اهو، بعد عني. جاوبني هلا، وينه عثمان؟ احكي احكي، وينه؟ Thank you.
بكفي بقى. ايه ومن وين المرة بدهم يجيبوا مي؟ من الضيعة الثانية. ان شاء الله خير. اللي سمعناه بالضيعة. ليش هذا هيك مستعجل؟ عثمان! أخي عثمان! عثمان! أخي عثمان أنت وينك؟ عثمان! أخي عثمان! أخي عثمان! أخي عثمان! أنت وينك أخي عثمان؟ عثمان! عثمان افتح الباب! وينك أخي عثمان؟ أخي أنت جوا؟ عثمان! أخي عثمان! افتح الباب يا أخي عثمان! عثمان! رد علينا أخي! أخي عثمان! عثمان! أوف أوف! طيب قل لي شو بدنا نعمل هلأ؟ وأنا شو بيعرفني؟ أخي صالح أختي رح تروح من بين إيدينا، لازم نفكر ونلاقي حل فوراً. صدقيني ما بعرف شو لازم نعمل هلأ. أوف. أخي صالح يلا ركاد بسرعة. يلا وين لميس لميس؟ ركاد ركاد. يلا يلا بسرعة بسرعة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.